حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو معنا ومعه المزيد. أحييك حسين. تطورات الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية أصبحت الآن تأخذ منحا جديدا وساخنا في ظل هذا القتال المحتدم بين الجانبين، لكن على الوضع في الناحية الروسية كيف تبدو التطورات والمستحدث لديك إلى الآن؟ نعم حساني، بالفعل الصراع الروسي الأوكراني يأخذ منحى تصاعدي ومنحى خطير جدا، حيث أعلنت السلطات المحلية لمقاطعة كورسك صباح اليوم عن بدء بناء ملاجئ خرسانية في مقاطعة كورسك، وتحديدا في المنطقة التي تقع فيها محطة كورسك النووية. من المقرر أن تبني السلطات 60 ملجأ بالفترة القليلة المقبلة، وذلك تخوفا من القصف الأوكراني على المقاطعة أو على محطة كورسك النووية، وما سيحدث ذلك من نتائج كارثية على أوكرانيا وعلى روسيا وأيضا على القارة الأوروبية. أيضا في إطار السيناريو التصاعدي حساني، يوم أمس أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية عن إحباط الأجهزة الأمنية الروسية محاولة عبور وتسلل لمجموعات تخريبية أوكرانية على حد وصفه إلى المقاطعة. أيضا من الجدير بالذكر بأن مقاطعة بريانسك هي أيضا مقاطعة حدودية لأوكرانيا، وهي تقع بالقرب من مقاطعة كورسك. إذن القوات الأوكرانية تعمل على التسلل أو إلى العبور إلى مقاطعة بريانسك، أي تعمل على فتح جبهة إضافية كالجبهة بعد جبهة كورسك. أيضا هناك محاولات أوكرانية على التسلل والعبور إلى مقاطعة بلغراد، التي هي بالمناسبة أيضا تقع على الحدود مع أوكرانيا. هذا ما يأتي في إطار التطور التصاعدي أو السيناريو التصاعدي للصراع. طب هذا السيناريو والتخوف من الجانب الروسي حسين، ماذا يعني وجود نسبة لنجاح القوات الأوكرانية في التوغل أو التسلل كما تقول إلى داخل هذه المدن؟ بالنسبة لما حصل في مقاطعة كورسك، فعلى الأقل حسب رأي الخبراء هو أصبح درسا للقوات الروسية ولروسيا عموما، بأن أوكرانيا الخطوط الحمراء. الثاني بالفعل الجانب الروسي يعرف جيدا بأن مقاطعة كورسك هي مقاطعة حدودية لأوكرانيا، وأن القوات الأوكرانية لديها القدرة على التسلل أو الدخول إلى هذه المقاطعة، لكن عدم وضع مزيد من الحرس الوطني عند تلك المقاطعة، وأيضا عدم نشر أسلحة بأشكال كبيرة أو بمقدار كبير عند تلك المقاطعة، ولربما ذلك لمعرفة روسيا بأن أوكرانيا لن تتجاوز تلك الخطوط أي الدخول إلى الأراضي الروسية. كانت هناك بعض الأسقف الموضوعة للصراع أو للميدان، وهي ضرب دونيتسك ولوغانسك لمنطقة الدنباس، وضرب أراضي القرم، على الاعتبار بأن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يعتبروا تلك المناطق بأنها لا زالت أراضي أوكرانية وأنها لم تنضم أو لم تدخل في الأراضي الروسية. أما الدخول إلى مقاطعة كورسك هو كان السيناريو والنقطة المفصلية في هذا الصراع، حيث أن موسكو تؤكد على أن ما بعد الهجوم ليس كما قبله، أي أن المفاوضات لم تكون بين موسكو وكييف بسبب أن كييف لا يوجد أي شيء معها يمكن التفاوض عليه. صحيح. وكنت أشير حتى إلى بيان وزارة الدفاع التي تحدثت عن السيطرة على بلدة في مقاطعة جاليسك، إضافة أيضا إلى إكسار مقاتلة أوكرانية من طراز 129. ما بعد هذا الصراع أو هذه السخونة في الأحداث كما قلت حسين، سوف نرى ما يمكن أن يحدث من تداعيات. من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك معنا مباشرة، أشكرك شكرا جزيلا.